دائرة صحة ذي قار أعلنت وفاة امرأة وفتاة في المحافظة بعد إصابتهما بفيروس الحمى النسفية، كما أكدت أن الحالة الأولى المتمثلة بوفاة المرأة كانت في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، أما الوفاة الثانية بنفس الفيروس لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما في قضاء النصر، حيث تم التأكد من سبب الوفاة بالفيروس بعد إرسال عينات إلى مختبر في العاصمة بغداد. وعلى ضوء تلك المعطيات أكدت الإدارة المحلية في ذي قار تشكيل خلية أزمة لتدارك الموقف. نعم، هنالك حالتان موجبتان تم تسجيلهما في محافظة ذي قار بعد أن أتت نتائج الفحص من محافظة بغداد بأن هذه حالتان أثبتت بفحص الدم أنه هي حالتان موجبتان للحمى النسفية. ينتقل من الحيوان إلى الإنسان بصورة كبيرة. كانت هناك تعامل خاص مع المناطق الموبوءة ضمن الأطر العلمية والأساسية في اتجاه تحديد المرض والحفاظ على هذه المنطقة من التلامس مع المناطق الأخرى والتماس مع المناطق الأخرى. المستشفى البيطري في ذي قار أكد تشكيل 8 فرق جوالة من المستشفى البيطري وغرفة عمليات، فضلاً عن متابعة الجزارين وطرق الذبح والتحري عن أي حالة يشتبه بها على أنها إصابة بالحمى النسفية. مجهزة بكل المستلزمات اللوجستية ومواد الرش والتغطيس لتغطية المنطقة، ثم أبلغنا من قبل صحة ذي قار مرة أخرى بإصابة ثانية في ناحية النصر، وتم على أثرها تشكيل 5 فرق إضافية وتوجهت إلى موقع البؤرة وتم خلاله رش المنطقة من الحظائر والحيوانات. وفي ظل الاهتمام الواسع بأنباء أخبار الحمى النزفية وتفشي الموجة الثالثة من وباء كورونا، يبقى كغيره من الأحداث العابرة لمجتمع تتراكم فيه الأزمات في كل القطاعات حتى أصبحت جزءا من يومياته. من الناصرية سعد الركابي، قناة الفلوجة.